الحركات في الصلاة، أي حركة في الصلاة لابد أن ترجع إلى حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. معنى بين من أقول الجلد كبيتون رتو بيجي جوي إمر بيجي نعو جي إسلام جوي حركة محرمة. معنى من أقول الجلد أنا أنكو كهرمينو حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الالتفات الكثير على القبلة، الأكل، الشرب. معنى هن ونقول من أقول هرمو wanya gorga ibula moja wala memmina gol ko heewi wala nyaamu gol wala ko yargol imore kan der julde naam athani haraka makruha haraka yasira lakin li ghayr haaja ana no jea mana noni dimmo on memmina gol anna horema wana mumina memmina gol heewi gol undo ko anyaano haraka mubaha ta kulli haaja mithalu saqatat an nadhara wa yusalli rafa'ha bi adna haraka yasih mana noni memmina gol tammo on ko meme mina ko ana horema wana ko heewi modja te ndo no dago kad ni sifa si oti gon linete je mu yani wala kufu ne murum hoccamu naam al haraka al mustahabba hiya al haraka allati yatawaqqaf alayha kamal as salah tasadda al furaj meme mina gol kaner julde non ton ana horema dun ko ko yida non sa wada hon dum meme mina gol ana horema ko ko timminta julde ne sifa si tay woni sappe ol yeso gol no ton e no kuren ton place no ton oti im moya ha ودنا يولدون الحركه الخامسه هي الحركه الواجبه الا ما تحرك بطلت الصلاه يتوقف عليها صحه الصلاه مانا نوني ميمينغول جوبونغو دوندونكو ميمينغول واديغول نو كوادنو سي اوتيكي ميميناكي دون هارا جولدنن سيللا تي هارا دون يويتي مودون غول ميمينغول دون سيلغول جولدن انا وانا اصلي الان تذكرت ان على طاقيتي نجاسه لابد من الحركه من ازاله الطاقيه حتى تكون الصلاه صحيحه والله اعلم صفه مور مؤمن اقول انا هرمك ودي غونغول اوتيغي هارا جولدن ما كوفني ما كون ودي صوبي او انديتا دوندون سيوني او انديتي دوندون هارا نو وديمو نديو يتت كوفنن او بوغوم غول ميمينا غول دون كو هوندي ودي دينو